تبارك وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله الذي أرسله وقال الله تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين اللهم وفقنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. وقال الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وقال الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أمر الله والشهداء تعالى بقوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لا تؤمنوا حتى تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. نسأل الله السلامة والعافية. ويقول الله سبحانه وتعالى مخبرا وآخرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا فصلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر في الجنه وعمر في الجنه وعثمان في الجنه وعلي في الجنه وطلحه في الجنه والزبير في الجنه وعبد الرحمن بن عوف في الجنه وسعيد بن زيد في الجنه وسعد بن ابي وقاص في الجنه وعبد الله بن جراح في الجنه. رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في مناقب الصحابة. قال الله تبارك وتعالى في شأنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله أما لا إن حزب الله هم المفلحون ألا إن حزب الله هم الغالبون. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم أصحابي كالمنجور فبأيهم اقتدي واهتديتم اللهم اجعلنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأصدقائنا ولأحبابنا ولأزواجنا ولذريتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. تعالوا يا عباد الله فإن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروني أذكركم. والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وأبو عبيدة بن جراح في الجنة. رواه إمام الترمذي رحمه الله تعالى في مناقب الصحابة. قال الله تبارك وتعالى في شأنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأصدقائنا ولأحبابنا ولأزواجنا ولذريتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. تعالوا يا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان والرحمن والرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما كان محمد أبا أحد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. الصراط المستقيم ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا عكبيرا. ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من
وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا